فيك تبلش لو سمحت. طيب خلونا نوقف كلياتنا. سراج، أنا وعمي هلأ رح ندير الشغل سوا. الشغل رح يكون لكل العيلة كمان. شوف، ما بدي إياك من هلأ ورايح تشتغل عند حدا تاني، مفهوم حكي؟ أنت المدير هلأ، وكتير رح كون مبسوط الحقيقة إذا قبلت عرضي وانضميت للفريق تبعنا. شكراً لعرضك، عرضك دليل كرمك، بس أنا ما بقدر أترك شغلي القديم. شو قلت؟ طيب ليش؟ يوراج، بصراحة لساته جديد بإدارة الشغل، مشان هيك لازم أنا أبقى هاي الفترة لحتى أدير الشغل. على القليلة إذا ضليت هنيك بقدر ساوي أي شيء لحتى رد اعتباري ورجع رزق عمي وكرامته بالسوق وأعمل شيء منيح لكل عائلتي. أي مو غلط سراج، عن جد أنا كنت عم فكر بنفس الشيء. بس كل واحد على طريقته، وبالنهاية كلنا بدنا مصلحتك. نحن عائلة واحدة. أنا رح أستأذن منك، يوراج عم يستناني. يلا بشوفك بخير. باي باي باي. أهم لازم اليوم الأستاذ يوراج ياخد قراره النهائي. إيه بس لساته جديد على الشغل وما بيعرف يديره، بس يوصل الأستاذ سراج رح يساعده. فكروا وعطوني اقتراحاتكم. شو أنا عم أدفع لكم رواتب على الفاضي يعني؟